حقك يابا، نفط الشعب مو للشعب. وأحيي كل الحالمين بالفوز بالذهب الأسود ومن سيربح البترول. الحالمين اللي ويانا هم جاسم مشاكل، الجميلة الرشيقة قرديلة ناعم، والحالم الآخر حنون. هم إحنا، وايضا معانا الحائر الحيران حيران مفاجأة. اذا مشاهدينا متواصلين وياكم وبرنامج من سيربح البترول، ومثل ما شفتوا جوائزنا عديدة وثمينة وقيمة. نبتدئها بخمسة لتر، 100 لتر، برميل، 5 برميل، 10 برميل، 50 برميل، تريلا، دوبة، ناقلة، بير، واحتمال يصير كاك. لكن شلون يصير كاك؟ إذا المتسابق ركز ويانا وجاوبنا على أسئلتنا أجوبة رشيقة وجميلة وواضحة، ومستمرين وياكم ومع حيران مفاجأة. تفضل يا حيران. شلونك حيران؟ شلونك اليوم؟ الحمد لله ان شاء الله اليوم ما تكون حيران. لا لا اوكي استاذ، مستعد؟ الحمد لله استاذ. تفضل تفضل استاذ. تفضل. لا انت اكبر، انت اكبر. تفضل 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 استاذ.
شلونك استاذ؟ اهلا بك حيران. بيبيتي وصلتني امانه الله، قالت بوسه من كتفه. اي والله استاذ، قالت سلم لي عليها هواي يا استاذ. وتحيه خاصه لبيبيتك. الله يسلمك، صفقه لبيبيتي صفقه. إذن يا حيران راح ندخل وياك بالسؤال، وسؤال هو محلي وقيمته 5 براميل إن شاء الله. ركزوا وياي، 5 براميل مش غير ترى. لا طبعا. السؤال يقول ها، الفيدرالية في العراق عددها، شوف الاختيارات، 3 9 10 28 أم 18، وإلك الجواب. شو اسمها هي استاذ؟ الفيدرالية. قدامك السؤال. الفرارية يعني الفيدرالية. نعم. الفيدرالية استاذ. استاذ هاي مستوردة ترى، مو محلية هاي استاذ. زين قول لي انت شنو معلوماتك عن الفيدرالية؟ والله الحقيقة استاذ انا ما ادري، بس هي كانها يعني تقلب بالدخل. اخ اعوذ بالله منك يا لساني بابا، يعني اتصال. ياسم ما يصير تقاطع. شنو اتصال بابا؟ انفصال انفصال. قرديلة ما يصير يا حبيبتي، ما يصير. شنو حبيبتي؟ سمعتوه؟ شفتوه؟ كم واحد سمعه على الهوى وآلاف الملايين من المشاهدين، اقدر اعتبره وعد بالخطوبة. شفتوا حبيبي شلون ذايب علي؟ لك ما يصير، لك هذا هم طلع لوتي، هاي الحكاية ما يصير يحكيها، عيب. لا لحد يتدخل، أنا بالغة وتجاوزت السن القانونية وأنا حرة. شلون؟ راح تظلون تحجون لو نكمل البرنامج؟ صح، عيب. شنو الأغوى هاي؟ عيب، الأستاذ قاعد وبرنامج ومشاهدين وهذا عيب. شنو الأغوى؟ تقبلون واحد يحكي؟ والله أستاذ أنت نعطيهم عين، أنت في الطيب كلش خوش ولد، نعطيهم عين. اسكت أنت هم، اسكت وجاوب، خليك بالسؤال، ركز. يلا جاوب. نعم أستاذ. استاذ ال شو اسمها استاذ قلت عليها؟ الفيدرالية تقسم الى نعم هي 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 ليش يريدون يسووها هيك يعني مثل ما قلتها؟ الفيدرالية تجزيء المجزأ وتقسيم المقسم، يعني كل واحد يفردل بكيفه. حنون لا تقاطع، مو انت الكبير والعاقل، ركز بالسؤال وجاوب. يلا تفضل استاذ. مثل ما قال حنون يعني هم يسووها يسووها هي هاي الفرداريه. نعم نعم استاذ. يا اخي باوع بس انا اللي اساعدك. نعم استاذ. مو عندك طرق للمساعده؟ اي استاذ. اختار واحده من عندهن وجاوب. شو اختار؟ المساعده استاذ. اي المساعده. المسؤول نغير لك السؤال، تحذف 3 اجوبه لو تاخذ راي جماعتك. يلا الف رحمه على والديك. شوفي بيبي بعد شلون ساعدني مثل الله يخبل. عندي مسؤول اريد اتصل بيه استاذ. اها شو اسمه؟ فيلم قديم جديد هسه يعني عراقي يعني فيلم مشترك يلا شنو؟ اي نعم نص ونص. ايه اسم الفيلم؟ الكرة الأرضية. يلعب شنو؟ فهمني. كرة قدم. يلك شنو تحكي؟ دماغه كبير. اها دماغه كبير. خليك بالسؤال. شو اسم هذا المسؤول؟ ما اقدر اقول اسمه لان هذا كلش كبير استاذ، كلش كبير. خلص بعدين هو رفيع المستوى. اها خلص اذا يا اتصالات، اذا ممكن تحصلون المسؤول. عدم الوطن استاذ. الو الو. مرحبا استاذ. اهلا، منو معايا؟ معايا شنو هذا عراقي؟ هذا شمره نص ونص. مرحبا استاذ. اهلا اهلا. عفوا احنا برنامج من سيربح البترول، ويانا المتسابق حيران وعنده سؤال لك والجواب بدقيقه وانتم على الهواء. تكلم تكلم. مرحبا استاذ، شلونك استاذ؟ هلا حيران، شو اخبارك حيران؟ ان شاء الله مرتاح. منيح، كيفك انت؟ شو اخبارك؟ انا الحمد لله. شنو شردت مني حيران؟ استاذ احنا ببرنامج من سيربح البترول. هاي شنو سويتوا برامج للبترول؟ هذا حلو. استاذ وجاني سؤال استاذ جدا مهم استاذ.
تفضل تفضل. وصل لك الاير كونديشن حيران؟ وصلني استاذ، اشكرك هواي. اير كونديشن فرحت بيبي بيتي كل المنطقه. لك شنو بيبيتك؟ لك انا ما بعثت لك الاير كونديشن لله بالله. انا ردتك تسوي شطل وتوزع تبريد للمنطقه لان الانتخابات قربت يا حيران. استاذ استاذ الجواب عندي دقيقه واحده استاذ. السؤال استاذ ركز وياي يا استاذ. السؤال يقول الفدرالية بالعراق عددها 3 9 10 28 لو 18. وانت شو دخلك يا حيران؟ من يقول استاذ؟ السؤال يقول استاذ هيك السؤال. شنو انت بالامتحان؟ لا استاذ يا امتحان، تذكر من سقطنا انا وياك وطردونا من المدرسه. بس هو البرنامج استاذ اسمه احنا برنامجنا من سيربح البترول استاذ. والله اني احب هذا كلش احبه. اي العداني ليش خابرتك حتى تساعدني استاذ؟ هو هذا السؤال ليش استاذ. ليش اساعدك بالسؤال؟ يا سؤال يا سؤال اللي قال لك اياه الاستاذ المقدم قبل شويه. ايش قال استاذ؟ استاذ على على الفدراليه استاذ. وانت شو تقول؟ انا شو اقول استاذ؟ هو السؤال يقول الفدراليه في العراق عددها 3 9 10 28 18. ايه وانت شو تقول حيران؟ انا دا اسالك الك استاذ، ليش متصل بي؟ اسال. السؤال يقول استاذ على الفدراليه استاذ. بابا على شنو السؤال؟ على الفدراليه. ايش بيها؟ ايش بيها؟ ايش بيها؟ ما بيها شيء. يسلم عليك هي وجهاله استاذ. الدقيقه راح تطير استاذ الله يخليك. الفدراليه وين؟ وين تصير عندنا استاذ؟ بالعراق. شنو يعني بالعراق؟ نعم استاذ بالعراق. زين 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 بالمحافظات لو بغداد بس. شو اقول لك؟ اقول بالمحافظة يا محافظات بعموم العراق استاذ. وللاسف للاسف يا حيران انتهى الوقت مع الاسف. خسرت اول مساعدة لي. اقول الفدرالية بالعراق يقول لي ببغداد. بغداد بيها فدرالية. بروح على امك استاذ. يمكن مطفي هذا المسؤول صديقك. مطفي وطابق على صفحة استاذ. هذا مشكلة مشكلة استاذ. ماشي حيران انا راح اساعدك. اختار وسيلة مساعدة لك. يلا مساعدة لك استاذ. ايه يعني شلون اختار مساعدة لك استاذ؟ نغير لك السؤال، تحذف 3 اجابات، لو تاخذ رأي الجماعة. بدلة. الف رحمة على والديك والله استاذ. فدت عينك وببيتي تدعي لك استاذ. فدوى لعينك. هاي الفدرالية شيلوها من سجننا بالعراق. شيلوها فدوى. خلصوا العراق من عندها. غير لي السؤال استاذ. اي عزيز. ماشي اذا راح نغير لك السؤال وركز بالسؤال زين. ركز مركز. عيونك شلونها؟ زين استاذ الحمد لله. ما توجعك؟ لا استاذ. اذا ركز بالسؤال. راح اركز استاذ. والسؤال زراعي على ما يبدو. السؤال يقول ركزوا يا حيران. نعم السؤال استاذ. يقول يشتهر العراق بزراعة الدغل، الصخل، النخل، الشطل ام البصل؟ ولك الجواب. شنو تخايف ليجيني سؤال زراعي؟ لان انا معلوماتي بالزراعه كل شيء ما افتهم استاذ. صدقني انت ما تحب الزراعه. عدمن. عدنا الزراعه عدنا. نعم. بعدين الزراعه مهمه يا اخي. هي مهمه استاذ. نعم الزرع مهم استاذ. زين ليش مهم؟ جهو. لان الزراعه الحقيقه يعني الانتاج. نعم. الزراعي. نعم. وبالذات عندنا هو نوعين، اكو محاصيل شتويه ومحاصيل صيفيه. جميل. واكو مستورد واكو محلي. وبالاسواق حلو. على راحتك. عندك وسائل مساعده هواي. تقدر تتصل بصديق، تقدر تاخذ راي الجمهور، تقدر تخابر وزير الفجل، تقدر حيران ببيتك. تخابر ببيتي، تقدر تخابر كلية الزراعة فرع الخس يطوك نتيجة. يعني انت على راحتك. شي عجبك جاوب تفضل. اقول لك نعم. ليش احنا عندنا زراعة؟ بالله تفضل. شو فهمه هذا؟ صار ساعة اقول له اتصل استعين بحد يقول لي صار عندنا. اعزائي المشاهدين اهلا بكم في برنامج من سيربح البترول. وفاصل ونعود اليكم لان كل شيء بدا يستوعب الاستاذ. كل شيء تصفيق اخوان. جورجيا جورجيا كيف جورجيا؟
عن التكنولوجيا، إنه زمن آخر بعيداً عن ذلة الكهرباء الوطنية وتجار فولتات المولدة. إنها إضاءة الأجداد، رمز النور والبهجة والسرور، الفانوس. أعزائي المشاهدين، عدنا بعد الفاصل، ومثل ما شفتوا حضرتكم أنه برنامجكم هذا اللي تحبوه أنتم من سيربح البترول، وجاوب المقدم كل شيء، ما جاوب أبد، ما عرف خطية، وراح من رصيده كثير من الأسئلة. والآن نعود بالسؤال إلى السيد المقدم البرنامج. شوف يعني هو موضوعنا كان على الزراعة، بس هي وين بقت زراعة؟ ماكو زراعة، لكن كنا قبل نشتري الميوة. شنو ميوه؟ الميوه نوع انواع الفواكه، يعني الميوه عندك الالوبالو، الالوبالو، الخالوبالو، العموبالو، التكي، المشمش، عندك خمس بالوات، جاوب على وحده واختار. اختار. نعم نعم تختار. نعم شوف اختار، ركز ركز وياي، لا تخسر ذاك، ذيك قبل الفاصل خسرت الفسيله، لسه لا تخسر الفواكه. جاوب جاوب. يعني ممكن اتصل باحد؟ ممكن اتصل بي من المتريد، اتصل لك اني. الو كنترول. نعم حضرونا المتريد، حضرونا وزير الفجل. وزير الفجل يفيد؟ ما يفيده. حضرونا كليه الزراعه فرع الخس، يفيدك الخس؟ لا ما يفيده. المتريد تتصل، احنا حاضر. تتصل بحنون. زين العفو ممكن تغير لي السؤال؟ ما ممكن، هذا السؤال قطعي ابد، ما اقدر اغير السؤال. وسؤال الميوه صعب. ارجعك راح اساعدك اني مثل ما دا ساعدني انت وتساعدنا. زين بالنفط، فاني يوم راح اساعدك. عندي سؤال لك. ايه؟ اذا شفت صيني وياباني، شلون تعرف هذا صيني وهذا ياباني؟ تعرف هذا صيني وهذا ياباني؟ هذا صيني وهذا ياباني. شلون تعرف هذا صيني وشلون تعرف هذا ياباني؟ زين ممكن نغير السؤال؟ لا ما مستحيل، هذا سؤال، هذا تربى عليه جائزة. لك بابا هو من يسأل من يجاوب، تفضل أنت جاوب. شلون راح تعرف الصيني لو الياباني؟ شلون جاوبني؟ تسأل الصيني يطلع صيني، تسأل الياباني يطلع ياباني. إذن يا حيران خلينا بالزراعة، وأنا راح أسألك سؤال بعيد عن هذه الأسئلة وأريد أساعدك. تفضل أستاذ. قل لي شاووش العشاء شنو معناه؟ شاووش العشاء؟ نعم شاووش العشاء. أي با كان يقعد قبل، يقعد وين؟ بالهول بالبيت، يأكل يكمل يتغدى، يعني الفجل، وبعدين يصعد فوق للسطح يقوم يحسب النجوم ويقشر الرقية. وين يخلي الرقية؟ على السياج، عالمود تبرد. الله، والتنقى بصفها. قبل ما كان اكو تلوث بيئة، لا تلوث بيئة، لا مسكولات، امهات المسكولات. وينك واطفحنا زو عندهم؟ وينك وعبالك شلنا تابوت التليفون؟ المهم فكان قبل ما اكو تلوث بيئة ولا هم يحزنون، فايجي كان تشاووش العشاء. طيب يلوق لهالحلق استاذ. يابا زين حيران تقدر تقول لي شلون اللي يبيع تشاووش العشاء شي يصيح؟ شلون يصيح طريقة مالته؟ يعني شلون كان يفتر بالمحله ويبيع؟ ايه. اقوم استاذ؟ قوم. كان يشيل بيده السله هالكبرها. نعم. يشيل السله هالكبرها استاذ. نعم. زين؟ ويصيح: جاوش العشاء يشبع، جاوش العشاء يشبع، اكلوا تريل جاوش العشاء يشبع، اكلوا تريل جاوش العشاء يشبع، جاوش العشاء يشبع، اكل استاذ. وكان مفيد بجميع الفيتامينات استاذ. تفضل استريح. نعم استاذ استريح وجاوب. لا تصفقون، اخذوا راحتكم، لا تصفقون، جاوب. تفضل صفقوا، جاوبنا على السؤال واختار. يلا جاوب، نرجع لسؤالنا. رجعنا حنور، رجعنا للزراعة. جاسم يشتهر العراق بمن يشتهر؟ استاذ بقى الزراعة
ألف رحمة على ذاك الأبوك الأب الطيب أستاذ. أستاذ أنا دا خربطين أستحي قدامك وأدعيلك أنا. لا تستحي ولا ترتبك. إيه أستاذ. نعم. أستاذ قبل كان عندنا خضار ونخيل ونخل شقد يخبل مكان يقبها وعالي أستاذ يصير نسيم، وبغداد كان يبيها الحزام الأخضر. أها. نعم. وهسه؟ هسه هسه وين أكو حزامك وأكو أكو حزام هسه أستاذ جابوا لنا التراب من خلال الديمقراطية مالتهم والشفافية والتكنوقراطية صارت كلها تراب وعجاج. تمام؟ صح صح استاذ كتلنا العجاج استاذ. اشتعجي والعواصف والرمال دا يستوردوها استيراد. شنو هاي استاذ؟ اشو دا يحشون من مكانهم؟ ما يصير اخوان ما يصير. اني متسابق بالحلقة. شوف حتى انا اريد يخمطوني باوع لا حد يحشي مكانه. لك حيران؟ لا. هاي علي حيران؟ هدو رجان هدو لا حد دخل. جاوب انت جاوب خليك بالسؤال. هو من وياك؟ انا بدي احكي ويا قرديله. عوفه 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 هذا دماغه محجر. لك واني حكيت فكيت حلقي عزل عزك ما طول هيجي لعد الزراعة عندنا اشو منسيه. ما يصير قرديله ما يصير لا تحكين يا قرديله مو انت انسه ما يصير. وبعدين انت الك معزه خاصه عندي ارجوش لا تحكين. يما قلبي وقع برجلي راح اخرب. يا الله على مروتكم يا ابوي. لا ارجوك حبيبي شكرا لاعترافك. والله اني ابادلك هم نفس الشعور والله. يمه حنون جاسم ليش ما نروح للبيت احسن؟ الظاهر هيك. جاوب. اجيب لك تليفونها. جاوب السؤال. اي استاذ شاكو ياك استاذ. اي استاذ يعني احنا كنا مشهورين استاذ بس هسه استاذ النخل تحول الدغال والزرع مالنا استاذ بابا على نفس الاجوبه مالتنا. والزرع راح وكل شيء وصارت حشرات بالزرع والارض قامت تاكل بالزرع ماله استاذ. شو اقول لك استاذ؟ يعني جوابي استاذ واني من هالمنبر هذا ومن خلال شاشه برنامج من سيربح البترول اني اشكر السيد وزير الدغل. مو الدغل؟ النخل هو وزير النخل. لانه لان وزير النخل دا يتعب ودا يجيب لنا مواد كيميائيه على مود نسوي الدغل. استاذ جاوب خليك بالسؤال وجاوب ركز وجاوب. زراعتنا مخربطه استاذ يرحمه لابوك. زراعتنا مخربطه وانا اعتقد انه الزراعه في الوقت الحالي استاذ عندنا منسيه نفينج. يعني هذا جوابك؟ يس اوف كورس. قفل قفل يا ما تغير ني ابد ني. شنو جوابك؟ منسية. نشوف الكمبيوتر شي يقول ويقول. هاي شنو؟ شنو استاذ؟ ماكو شي جواب. شو حتى الكمبيوتر تخربط ما دا يعرف استاذ. شنو؟ الكمبيوتر يقول جوابك جوابك صحيح. تفتهم من فهيمة تفتهم. اخوي الفلاح اختي الفلوحه دير بالكم على الفسيله اذا راحت الفسيله ترى نسويكم فسيله. مشاهدينا ومن الفلاح والفلاحه والفسيله ننهي حلقتنا لهذا اليوم ونعود معكم غدا ومع من سيربح البترول.
يصدق فيه.